الله يسعد لي كل اوقاتكم متابعين قناتي عالم العملات الرقمية. اهلا وسهلا فيكم شباب. اخبارنا اليوم بهذا الفيديو عن عملة الشيبا واهم توقعات للبيتكوين. اذا كنت اول مرة عمال بتتابعني، هي قناتي من هي ارباحي من قناة التليجرام، واذا كنت بتفضل صفقات استثمارية وضخمة انضم لي على الرابط اللي باسفل الفيديو. وهلا شباب خلونا ننتقل على اهم الاخبار. انفجار قريب ومتوقع لعملة الشيبا، شراء لمنصة باينانس كمية كبيرة من عملة الشيبا، وطبعا بالضبط باينانس للولايات المتحدة عززت عملاتها بمقدار 76 مليون دولار. حاليا عملة الشيبا بمناطق دعم ومناطق تمركز أموال. شباب أنا شخصيا رح أدخل عن كسر مناطق الدعم، المنطقة اللي انطلقت منها عملة الشيبا، يعني قريب مناطق 0.506 أو 0.507. بإمكانك الآن شراء عملة الشيبا بشكل مباشر كارد. شباب كلمتين مختصرات لعملة البيتكوين. شباب إذا ما قدرنا نكسر مناطق الموفق أفريج 50، رح نستهدف مناطق القاع 12500 إلى 13، وطبعا هاي المنطقة الدعم اللي انطلق منها البيتكوين، وشفنا الارقام الكبيرة اللي وصلها. بتوقع في طلبات واوامر شراء من هاي المنطقة، وطبعا صديقي انا اعطيتك المختصر للبيتكوين بدون ما ادخلك بالتحليلات والتعقيدات. ملياردير كبير بيقول ما زال البيتكوين من افضل ممتلكاته الشخصية. واذا كنت وصلت معي لهالنقطة الف تحية وشكر لك صديقي. لا تنسى تدعمني بالاشتراك وتفعل زر الجرس لحتى يوصلك كل جديد.